به القول والفعل الى انه يبعت لجريدة الاهرام تكذيب من اموال نادي الزمالك ومن خزينة نادي الزمالك، والايصال طالع من الاهرام لنادي الزمالك عشان رئيس نادي الزمالك باموال نادي الزمالك يرفض الاعتراف بمن انتخبته الجمعية العمومية لنادي الزمالك. هل يعقل ان العالم كله ينقل هذا النعي بهذا الخزي وهذا العار، ويتحول مشاطر حاليين واهله واسرته في وفاته، مشاطر اسرة الدكتور حازم ياسين المحترمة، تتحول المشاطرة والمواساة اللي عملها هاني العتال من جيبه من حر ماله الى فضيحة جديدة؟ هل يعقل او يتصور زملكاوي انه يصل الحد بمرتضى منصور انه يدفع من اموال الزمالك اشارة الى المشاطرة الخاصة بالمرحوم الدكتور حازم ياسين التي نشرت بجريدة الاهرام يوم الثلاثاء 25/9/2018؟ انتحل احد الاشخاص انه نائب رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، ونادي الزمالك يؤكد عدم وجود نائب للرئيس بهذا الاسم او حتى عضو بالنادي. لماذا تتحدث باسم نادي الزمالك؟ الزمالك بريء منك. عندما تفعل مثل هذه الافعال الرخيصة اياك ان تدخل الزمالك في اتون هذه الافعال. عندما يصدر منك مثل هذا الفعل الناقص بعدم الاعتراف بانتخابات حرة مباشرة جاءت بنائب رئيس محترم خلوق مهذب، فلا تدخل الزمالك في مثل هذه الامور الناقصة. الزمالك كيان لا نختلف عليه، ولكن نختلف معك انت. فلا تذكر ان الزمالك يتبرأ، الزمالك لا يتبرأ من هاني العتال. الزمالك وجماهيره واعضاء جمعيته العمومية يتشرفون بهاني العتال، يرون فيه النور اللي جاي للمستقبل رغما عنك. المستقبل الابيض الناصع بلون التيشيرت الابيض بخطين حمر الذي سيزيل الظلام ويأتي بفجر جديد رغما عنك. لن تخلد، وسيأتي اليوم الذي تبحث فيه وانت في قبرك ومعك اسرتك عن نعي من محب، لانك لن تجد عندما توارى محب، فالكل يجاملك علشان انت موجود في المكان ده، واللي بيخشاك علشان خاطر انت كده. والرسول جاب فصل الخطاب وقال فيما معناه: في غضب من الله ولا يقبل منه عمل الى يوم القيامة مهما عمل. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من احترمه الناس اتقاء لشره. ويوم تتوارى ستظهر كل الوجوه على حقيقتها، واللي بميت وش النهاردة حواليك هتلاقيهم بوش واحد فرحين انك تواريت وذهبت ورحلت على المشهد. ربما لا تجد الا هاني العتال باصله واحترامه يخرج من جيبه اموالا لينعيك لوجه الله، لوجه الله او من هو على شاكلته من المحترمين. ايجوز لعاقل ان يحول نعيا في وفاة شخص الى معركة؟ هل يتخيل عاقل ان في بني ادم على وجه البسيطة
يعمل كده؟ أين العقلاء الذين حولك؟ من الذي يؤيدك وما الذي يوافقك؟ إنها أفعال لا تصدر أبدا إلا من إنسان تكبر وتجبر في الأرض وظن أنه يعيش وحيدا في ملكوت نفسه مع خيالاته الخاصة، لا يقدر مشاعر الآخرين ولا يعي كيف تكون أحاسيس الآخرين. اعمل احترام للدكتور حازم ياسين في تربته، اعمل تقدير لأسرته. أوصل بك الحد إلى هذه الأمور؟ إنني لا أجد في قاموس اللغة العربية أقوال مهذبة لا أخرج فيها عن النص لكي أتحدث عن هذا الموضوع الجلل الذي تحول إلى حديث السوشيال ميديا على مدار 10 ساعات الماضية، للأسف في حالة من الاستهزاء والاستهتار والضحك. أضحكت الناس وهم حزينون على فقدان حازم ياسين، وأبكيت أهله وهم يقرؤون النعي تلو الآخر ويشكرون صاحب كل نعي. من أين جئت بهذا القلب القاسي؟ من أين آتتك هذه القسوة حتى أنك لا تحترم رفاة الأموات؟ من أين آتتك هذه